رايكم نسوي سلسلة شلون تنزل وزنك، وكل يوم نقترح نظام غذائي تشوف إذا يناسبك طبقة، وإذا ما يناسبك انطر اليوم اللي بعده وطبق النظام اللي بعده. نظامنا اليوم اسمه الـ One Item Every 3 Hours. شنو فكرته؟ طال عمرك كل 3 ساعات راح تأكل شيء واحد على ذوقك وعلى مزاجك. مثال: قمت الصبح مشتي سندويشة حلوم، تأكل هذه السندويشة وهذه وجبتك رقم واحد. بعدها ب3 ساعات اشتهيت سويت أو كاكاو، تقدر تأخذ أي كاكاو من جمعية، نتكلم عن 250 سعرة إلى 300 سعرة، هذه الوجبة رقم 2. بعد 3 ساعات والله اشتهيت تأكل مكبوس لحم، فتأخذ لك عيش ولحم أو عيش ودياي أو عيش وربيان، المهم إنه يكون صنف واحد. وإذا خذيت معه دايت كولا عادي، لأن الدايت كولا زيرو كالوري، أو مثلا دايت شنو مشروبات دايت، أي مشروب دايت أو أي مشروب صفر أو مع ماي، هذه وجبتك الثالثة. بعدها ب3 ساعات خلنا نفترض انك مشتهي بطاط، تاكل اي بطاط من الجمعية او كاكاو كيفك يعني، هني وقت الخرابيط، بس بعد الوجبة ب3 ساعات. بعدها تصير وجبة العشاء، تقدر تاكل برجر او شاورما او ستيك او غيرها على مزاجك، بشرط ان تكون بروحها، واذا تبي معاه مشروب زيرو كالوري عادي. ليش؟ ان زيرو كالوري مو محسوب، لان صفر سعرات حرارية. ويستمر معاك النظام شغال كل 3 ساعات شيء واحد. شنو الشيء الواحد؟ على مزاجك بتاكل وتستانس، وانت مستانس راح ينزل وزنك وبس. والله